كنتكلموا على امور كبيره اللي هي مثلا اصلاح المجتمع والشباب المستقبل ولا العلاقه بينهما، خصنا ابتداء بعدا نعاود نرجعوا لمركزيه هذاك الشباب ونوعى. انا كشاب ماشي انا شرفت نتوما زعما طراسي بلاصه، نوعى انا كشاب بالاهميه ديالي في هذه المنظومه المجتمعيه، وانا ماشي رقم خاسر، وانا ماشي رقم مجاني، وانا ماشي غير رقم تسلسلي في البطاقه الوطنيه. انا انسان، انا كائن، انا مشروع، انا كشخص انا مشروع. مشروع ممكن انه بسببي انا يتفتحوا مجموعه من الامور. عندكم مثلا العدد ديال الطلبه يعني اللهم بارك كبير، العدد ديال الاساتذه اقل، العدد ديال الاداريين اقل، لكن المدرسه تطير تنزل عندها مدير واحد. تفهمنا؟ بمعنى ان نقدر نكون انا هو هذاك يجي يقول لك العيبه تبغى تولي بلاصه المدير، لا، نقدر نكون انا هو هذاك المدير في هذيك المؤسسه على حسب المؤسسه اللي غنكون فيها. نقدر نكون انا هو هذاك الوالي ديال الامن ديال هذيك المنطقه. نقدر نكون انا هو هذاك الوزير ديال هذيك الحكومه. عمركم ما تتخيلوا ان راه شي حوايج راه ليست في المتناول. اللي ماشي في المتناول هو انه مثلا ملي نساليو دابا المحاضره تورك على شي بطونه في دماغك وتغبر وتفيق وتلقى راسك في داركم، هذه ليست في المتناول، انسى. اللي ليس في المتناول هو انه تقز من الكاتريام وتلقى راسك كطير. هذه يا اما نعسي ورا العصر يا اما شربتي شي حاجه ماشي منادى. اما راه ما كاينش، هذا ليس في المتناول، لكن انني نكون انا مشروع يمكن ان يتحقق وينفع بي الله عز وجل، ان نكون انا ما يسمى بالرقم الصعب. مثال على الرقم الصعب، باش ما نمشيوش نبقاو ديما في المرجعيه ديالنا. كتعرفوا سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه. طيب مصعب بن عمير شنو كان في مكه؟ مصعب بن عمير ماشي ميسي، مصعب بن عمير. المهم اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. مصعب بن عمير هذا عرفتي كتلقى في دربكم شي واحد الا ما كانش البياسه برانيه ما يلبش، عرفتي ذاك النوع كيبغي يمشي غير للقهوه نهار الاحد مع الصباح، الدراري جايين للقهوه ديال الدرب لابس سيرفيت كلاكيطه، هذه راه القهوه ديال الدرب كيعتبروا الدراري بحال البيت الثالث ديال دارهم، انا كنجيو نقشبوا فيها. هو هذيك القهوه ديال الدرب تيجي نعم سيدي الصباط مسيري مقاد ضارب عليك نعم سيدي راشي 14 رشه ديال الريحه ديالو، وهذه والمكانه الكورميط كيتسمى لو دوندي، هذاك اللي ديما حاضي جنابو سيدنا مصعب بن عمير في جاهليته في الجزيره العربيه في مكه كان هكا داير. اللي كانوا معروفين بالنعل الصباط اللي هما كانوا هما اليمنيين، مو تتشري ليه الصباط ديال اليمن، بحال قلتي مثلا دابا راه كتشري الصباط بالعظم 8000 درهم ديال الطاليه. اللبس كتجيب ليه الثوب داكشي ديال الشام، ما يلبس شي حاجه كيلبس غير اللي هو. الا داز مصعب بن عمير وجيتي انت من وراه في شي زنيقه من الزنيقات الصغار ديال مكه بربع ساعه، كتقول مصعب بن عمير داز من هنا بالبارفان بالريحه ديالو. مصعب بن عمير سلم بقى يمشي يراري مع مو الى اخره، هو كان بار بالام ديالو، ومن بعد قالت ليه اترك الاسلام ديالك ولا هادشي كله اللي عندك نجردك منه. قال لها من القضيه ولات في الاختيار يا اما هنا يا اما هنا، قال لها جردي من داك الشيء اللي بغيتي. قالت لي العبيد ديالي نحرق، قال لها دابا ملي ولينا في المفاصله غتصيفطي شي واحد من دوك العبيد ديالك غنقتلو. اسلام هو الاسلام. وكان كيتسمى المقرئ علما انه مصعب بن عمير في الزمن المكي راه كان كيحفظ الايات اللي نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام في مكه. كان كيتسمى المقرئ، النبي عليه الصلاه والسلام خلى سيدنا عمر وخلى سيدنا ابو بكر وخلى سيدنا عثمان وخلى سيدنا علي، نقولوا على سيدنا علي ديك الساعه كان مازال باقي صغير شويه، خلى سيدنا زيد بن حارثه، خلى سيدنا بلال بن رباح، خلى سعد بن ابي وقاص، خلاهم كاملين. وعزل مصعب بن عمير ملي جات بيعه العقبه الصغرى وجاو دوك السته دوك 12 خلي السته الاولين جاو دوك 12 بايعوا النبي عليه الصلاه والسلام، صيفط معهم مصعب بن عمير. ولقب عند صاحب رجال حول الرسول، لقب باول سفير في الاسلام. مصعب بن عمير مشى داز عام، رجعوا في الموسم الثاني التالي للحج، رجعوا شي كداو 70 راجل ومعهم شي 18 امراه كلهم يبايعون النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ليس فقط على الاسلام
لكن على أن يأخذوه إليهم ويحمونه، بمعنى أنهم بايعوه على الجهاد. وديك الساعة كان باقي الجهاد أصلا ما تشرعش. ومن اللي سول على الأخبار ديالهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ليه ليس هناك بيت في المدينة إلا ودخله الإسلام، إما أسلم البيت كله، إما أسلم فرد على الأقل فيه، وإلا ما سلمش هذاك البيت دخله الإسلام كمعلومة، بدأت الناس كتسمع الإسلام إلى آخره. مصعب بن عمير بوحده ما صيفط معاه لا لجنة ولا سيبور ولا غنصيفط لك 13 واحد يديروا لك كذا. مصعب بن عمير رقم صعب، لكن راه هو اللي فرش الأرضية اللي جهاجر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهاجر معه المسلمون المهاجرون السابقون الأوائل، وما كانش عندهم باش ينقيو سنانهم. سيدنا مصعب بن عمير دار لهم التفريشة باش الناس أحبوا أن يهاجر إخوانهم إليهم. تقبل المهاجرين ماشي إشكال، لكن قد تستقبلهم على مضض، لكن أن تحب أن يهاجر إليك الناس هذا شيء آخر. يحبون من هاجر إليهم، كي قال الله عز وجل في سورة الحشر. هذه المسألة هذه الرقم الصعب مصعب بن عمير.